بسم الله الرحمن الرحيم. صبيحة ليلة القدر 29 رمضان السبت 1443 للهجري 2022 ميلادي ميلاد الشرابي. الشمس في السماء كأنها قمر بيضاء بدون انعكاس أي أشعة. سبحان الله، أجنحة الملائكة تمنع شعاع الشمس من الأرض. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم بدون أي شعاع. اللهم صل على سيدنا محمد. شروق شمس ليلة القدر 29 رمضان 1443 الهجري 2022 ميلادي. الشمس بدون أي شعاع وليس لها أي انعكاس. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارحم أخوتنا بالله وتحنن عليهم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كأنها قمر مضيء، أجنحة الملائكة تحجب أشعة الشمس عن الأرض. ها هي الشمس في السماء كأنها قمر بيضاء بدون أي شعاع وليس لها أي أشعة أو انعكاس. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارحم امة محمد واستر عباد امة محمد وانصر امة محمد واكفي فقراء امة محمد. الشمس كأنها القمر في السماء، أجنحة الملائكة تحجب أشعة الشمس عن الأرض. السبت صريحة ليلة القدر 29 رمضان 1443 للهجرة 2022 ميلادي ميلاد الشرابي. بدون أي أشعة. سبحان الله. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.